بقولها للتاريخ. تمام. كل ده عشان حاجتين، طولة اللسان تغطي على حاجتين، او التطاول يغطي على حاجتين. حاجتين: تزوير الانتخابات، الفج في 2022 اللي جه فيه 47,395، يعني زي ما قلنا في الساعة 6,600 صوت، يعني في الدقيقة 113، مقبل حيك. وإهدار المال العام الفز في نادي الزمالك، تمام. نادي الزمالك ولا في حاجة بمقايسة ولا بممارسة ولا أي شيء. حد حيك مثال اتفضل. في بنك السي أي بي، بنك السي أي بي، البنك السي أي بي كان زمان في، حصل دكتور كمال درويش وممدوح عباس أحد رفعوا، البنوك. دكتور رفعوا احد البنوك، رفعوا قضيه على البنك تمام. عشان التحويل. في الاخر حصل مصالحه مع ممدوح عباس والبنك ده، تمام. تمام، واتحمس حل ودي كده ما احنا قاعدين، تمام. قام القضيه شغاله، فضلت شغاله لغايه ما الحكم خد النقض واترفضت القضيه، بقى الحكم نهائي على هذا البنك. أفوجئ الفترة اللي فاتت دي وحاجة غير معلنة إن نادي الزمالك دخل له 120 مليون جنيه من هذا البنك. أنت عارف حكم النقض يعني إيه؟ يعني رقم واحد إن هذا البنك يسلم النادي، يروح يسلم النادي المقر. ما هو أنا قضية طرد. فاهم يروح قصدك. يسلم النادي أنت قصدك اللي هو في ده أسوار النادي. فاهم قصدك. حتى على الورق، يعني أنا أوريك حاجة بس معلنة كده على الورق. لا، هل هو تم على الورق التنازل البنك سلمه لنا وبعد كده ما عملتش مقايسه عليه ممارسه عليه؟ يمكن نادي يديك 120، يمكن تجيب بنك تاني يديك 150. انت جددت لنفس البنك اللي عليه قضيه، وانا بقول يمكن انا غلط، يمكن تحصل توضيح، واخبار ده مثال بسيط في ضمن حاجات كتير جدا جدا جدا. راحت الاموال العامه. وهل وزاره الشباب والرياضه لما كان الدكتور اشرف صبحي وزير للشباب والرياضه يحول مجلس اداره الزمالك، مجلس اداره الزمالك ده حاجه كبيره طبعا. مش في مصر بس، بره يعني. اما تقول نيابه الاموال العامه، انت متاكد 100% ان هذا الورق غير قصدك كاسم مجلس اداره كيان نادي الزمالك. كيان نادي الزمالك؟ ما هو كيان كلنا في الاخر زمالك، طبعا. بترجع زمالك. عشان كده الرساله بوجهها، اقفل بقى، اقفل، اقفل ده، اقفل تجاوز على الناس، اقفل موظفين تعمل معاهم حاجات، هرجع الناس الغلابه اللي انت رفضتهم، في ناس كتير جدا غلابه اترفضوا، اعضاء جمعيه عموميه محترمين. يعني النهارده اللي بيستمتع بنادي الزمالك عضو جمعيه عموميه محترم ليهم وكل حاجه، بقى لهم سنتين وثلاثه، في ناس بقى لهم 40 و50 سنه وصارهم بره، هم بره النادي. يا فندم انا في الانتخابات اللي فاتت في حوالي 450 صوت ناس، يعني ايه، زي استاذ الحاج مجدي العتال وانا العتال وانا واستاذ هاني شكري وناس كتيره جدا، واسماء يعني كانت من اعضاء جمعيه اتشالوا من الكشوف. رحت قدمت في وزاره الشباب والرياضه ووكاله الشباب، ها، طلب ان الناس دي لازم تدرج، تمام، لان عماد بيعبد العزيز لما جه واحدى الساده المستشارين رجعوا الاعضاء تاني، رجعوهم هو شالهم من الكشوف. فالصراحه وكاله وزاره الشباب كان الكشوف حوالي 90,000. رحت اقنعتنا وكيل وزاره الشباب والرياضه حط ال 450، رجعنا النادي حطهم ولقيت الكشف بقى 90,000 بقى 110. يعني انا حطيت 450 واحد بقى 110، واخد بال حضرتك؟ انت بتخلي ده في موضوع شال ناس كتير الانتخابات قوي، ايه؟ شال ناس كتير قوي. يا فندم شال ناس، شال كتير، واخد بال حضرتك؟ فالنهارده في ناس بقى لها سنين كتير في نادي الزمالك. انا برفع قبعه ايوه لكل واحد نزل انتخابات ضد مرتضى لا بهذا والله. المنظر طبعا، ده كلهم على راسي. ما قالوا احدى الزملاء في احدى الانديه ان في طلب منه، لا ده احنا هيتعمل لنا تمثال اللي هو زي مثلا يعني هاني العتال نجح وما عرفش يخش النادي، كان في المجلس. المجلس، الدكتور عبد الله جورج نجح وما ينفعش يخش النادي، محمد ابو العيله نجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك، وكابتن هشام ياكل نجم وكابتن نادي الزمالك، يجوا يسقطوا قدام ناس غير معلومه. كابتن لو هشام ممكن يتقال لك ده اصوات جامعه عموميه. ما حدش عارفه. طب قول لحضرتك مين اعضاء مجلس اداره الزمالك؟ انا اقول لك ما حدش كان عارفهم. هو قال لك القايمه، ما واحد قال لك القايمه بتاعته كلها تنجح. ما هو ده مثال ان حصل تزوير في الانتخابات.
اما قائمه في ناس اما شام مصر اتحاد اليد وقيمه وقامه كبيره جدا طبعًا طبعًا. ومعلومه كابتن مصر في اليد سوري يعني الست اللي هو اللي قعد معاهم اربع ايام ولا خمس ايام ومشوه يحصل الفرق ده بينه وبينه ده بقى يبقى دي في حاجه مش مظبوطه.